مين اللي سوى فيك هيك؟ يمكن شي حدا استغل حالة هالفلتان بالبلد وصف حسابه معي. بهالأيام كتراني حوادث تهجم، أنا محامي وبعرف. طيب خلص ريح، هلأ مو وقت الحكي. رح قلك سر، اشتقت لريحتك. عندك ريحة غير كل البنات، تعلق بالذاكرة وبتنسى. ربي يخليني شوف ريحتك. لا لهلأ مؤاقب، كرمال الله لا تكوني لئيمة. يلا شوفي. أنا اشتقت لك كثير. وماني قادرة أعيش بدونه، وبنفس الوقت عم بحتقر حالي لأني بعرف إنه هو الجحيم، بس بدي إياه. أول مرة شفته فيها بمعرض تصوير ضوئي، كان الكل مسحور بطريقة كلامه. عم راقبه من بعيد، وهو كمان عم يراقبني. وبعد شوي قرب مني وهمس بإذني وقال لي: صار لي 30 سنة عم دور عليك. وقتها حسيت حالي رح طير من الفرح، ابتسمت له ومشيت من المعرض. وبعد يومين وصلتني لوحة كانت عجبتني كتير، ومكتوب عليها: تتزوجيني، وطبعا بتوقيع سامي. هيك مثل الأفلام والروايات. وبعدين وصليني للمفيد، تزوجنا. بعد أسبوع ضربني، بس أنا سامحته وضليت حبه. وصار كل مرة يضربني هيك بدون سبب، بس مشان يزلني. أيوة هيك. ورغم كل هذا الشي كنت أحبه وأتعلق فيه أكتر وأكتر. يمكن أنت تستغربي، بس هي هي الحقيقة يلي ما حدا بيعرفها غيرك. لا بسطيني. وحتى لما حكيت عنه بالندوة كان مشان حسسه بوجودي، مو مشان استرجع كرامتي ولا شي. كان بدي اياه يعرف انه البنت اللي حبها وتزوجها وعايشة معه بنفس البيت لساتها بتحبه وبتنتظر رجعته، وليكها قوية مثل ما هو بحب. بس هو ما فهم هذا الشيء واتهمني بالخيانة. لك انا ما بطير رجال غيره يلمسني. لك انا مضطرة اذكرك للمرة الألف إنه هلأ بيكون مع وحدة تانية وتالتة ويمكن رابعة، وأنت هون قاعدة عم تبكي. فعلاً فعلاً مهزلة. عمي وائل إمتى بدي يجي الزعيم؟ يلا إن شاء الله بعيله كم شهر. والله هذا بده يجننك. وأنت يا هشام؟ ما ناوي تتأهل؟ كيف من تمك قبل هواو؟
شو جاب سيرة النسوان هلا؟ لك شو صاير لك؟ صرت قدلك ديش ما تجوز بقى. عملي وبلشت جيتك تدفع. يا عم بس انا رح يقبضني المعلم وائي. رح اخلي مرتي يدور لك على عروس. ابو نواف ان شاء الله. يمنا من السيرة، يمنا بقى. بتكون بتخاف تتجوز ولا؟ حشوشة، الشغلة ما بدها خوف، كثير سهلة. أنت انوي والدروس علينا. لك شو بو هذا؟ شو بعرفني؟ من وقت ما شفته قلت عنه خروق ومرض. شبك؟ مو مصدق انك ببيتي وعم تتفتلي حوالي وعم تطعميني. كنت فكر بهي اللحظة كثير انه معقول يجي يوم واجتمع تحت سقف واحد انا وشامي. معقول يعجب البيت الفرش اي مكان بيجمعنا سوا فرح يكون حلو. انا لازم اعرف مين اللي سفقني قتلي. اي هذا أول مجرم بدي أقدم له بطاقة شكر لأنه رجع لي شام. لو تعرفي كيف الأيام مرت بدونك مرة وباردة. إذا رح تضل تحكي هيك أنا ما رح ألحق أروح على شام. هي هو بلا مرضى اليوم. ما بقدر. خليني شمريتك وما تروحي. منصور لا تكون طماع. دير بالك على حالك. باي. هي ماما ابصر شو في. ردي عليها شوف. الو ماما لازمك شيء؟ ابن جارتنا بالحاره القديمه دكتور مختص ببريطانيا واحواله الماديه منيحه. طيب ماشي. طيب رح جيب جاتو معي. يلا باي. شوفي جاييني عريس بس دلالة وأنا ما بحب كتير هاي الطريقة. حاجتنا رياضة اليوم، شو رأيك نمشي؟ يلا شوفي ديما. ماشي باي. باي. على فكرة ديما جيبي الجاتو على شوكولا أطيب. وايامك كلياتك. اهلا بابو خالد. لا تقولي لي النومه بهذا البيت غير شكل. اي والله الله لا يحرمني منك يا رب. توشني. ما قلتي لي شو قالت لك رفيقتي؟ رفيقتي طار عقلها ما صدقت. قالت لي معقوله لسه في شب يدلل حبيبته كل هالقد؟ قلت لها طبعا حبيبتي لانه مثل الشب الحلو اللي عندي ما بتلاقي. طلعي هيك قلتي لها؟ لك طبعا هيك قلت لها. شو مستقل بحالك انت؟ لو بتقب شي قلبي. تفضلي. شو هاد؟ بدك تفتحي لها تعرفي شو هاد؟ هذا لإلي؟ هذا لأميرتي، هذا لأميرة قلبي. يا الله يا أبو خالد بجد؟ هذا كيف بينفتح؟ هاتي روحي هاتي. كثير حبيته. ايوه هاتي. يلا مشكلته صعبه شوي. ايوه انا ما هلكش عنك يا ابو خالد. ان شاء الله بيقبشني هالعنق يا رب. لك الله يخلي لي اياك يا رب. الله يحفظك.
والله زينة الشباب انت. ارجيني هيك ارجيني، ان شاء الله ما بيبلع. حلو؟ ان شاء الله بتستنيني يا رب. ما بعرف كم مرة بدي اقول لك شكرا حبيبي، بس والله انت شيخ الشباب ومن بعدك ما في. ان شاء الله بتستنيني يا رب. شوف اشوف السعادة تنط من بين عيونك. احكي. ايش يعني حرام انبسط لي شوي؟ مرقت علي ايام امر من العلقة. تكوني حامل. تين قلبت متى؟ ناولنا 200 ورقة. بس صار حقها 200؟ ايه حقها 200. إذا شفت أقل جبنا معك. آه. الله وكيلك، دخنا 7 دوخات حتى لقينا هالكام وحدة. مقطوعة المتة. استني شوي. والله لسه ليقطعوا الهواء. لك يلا أحسن من غيرنا، دخيلك قبل ما أنسى أعطيني كيس شمع. قبل ما أقوم الشمعة ب15 ليرة. قولي لي ليش فرحانة؟